في إطار الاحتفال السنوي الذي تنظمه مؤسسة مصر الخير للأمهات المثاليات، قامت المؤسسة بتكريم وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم كمثال مشرف للمرأة المصرية وقدوة يحتذى بها في المجتمع، وكذلك الفنانة ليلى علوي وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين. تحت شعار المرأة من كفاح لنجاح، نظمت مؤسسة مصر الخير احتفالية كبرى لتكريم الأمهات الغارمات الأكثر استحقاقا. وخلال الاحتفالية تم الإعلان عن الأمهات المثاليات وتكريمهن كنماذج مصرية مشرفة. النهاردة الحمد لله ده الحفل التكريم السنوي للأمهات الغارمات. الغارمة هي أم مضحية، ضحت بنفسها ودخلت السجن عشان خاطر ولادها، عشان تجوزهم، عشان تعالجهم، عشان تدفع مصاريف تعليمهم، وهي اكثر ام مضحية الحقيقة، ضحت بنفسها. الرسالة لكل ام ان انا بحييها ايا كانت اللي بتعمله علشان خاطر تحمي ولادها وتأكلهم وتسترهم. احنا نقدر كل سنة نخرج غارمين وما يكونش في غارمين اصلا في مصر خالص، ودي رسالة انا بتعهد وبأشرف ان انا اكون احد ممثليها. الأمهات المثاليات التي تم اختيارهن وتكريمهن أكدن سعادتهن بهذا التكريم، موضحين أن مؤسسة مصر الخير دائمة الوقوف إلى جوارهن. أنا فرحانة ومبسوطة أوي إن أنا كرمت النهاردة في الأم المثالية، برضو إن أنا يعني منتجة، عملوا لي مشروع وكده، وقفت على رجلي تاني والحمد لله نجحت في المشروع بتاعي، فعشان كده مصر الخير النهاردة بتكرمني أم المثالية. تعمل مؤسسة مصر الخير على تحويل رحلات الكفاح إلى نجاح من خلال فك القرب ثم التحول إلى الإنتاج والعمل على تغيير الحياة للأفضل. محمد جمال، تن تي في.